السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناة اليوم القمر والحمام العصافير. النهاردة إن شاء الله نقول لكم طيارات الشتاء طبعا، وهواء الشتاء وسقوعية الشتاء، هنحافظ ازاي على الحمام ونزودهم بحاجات اللي هي ايه يقدروا يتخطوا الفترة الصعبة بتاعت الشتاء دي ويومين الشتاء. طبعا لسه من يومين كده الشتاء قرص علينا، فاحنا هنخلي بالنا بقى من يمامنا، وهنقول بقى ايه بعض الحاجات كده اللي احنا ايه نحافظ بقى على يمام. طبعا لو في طيار جاي حاطط اليمام بتاعك في البلكونه، حاطه فوق السطح، عامل اوضه فوق السطح، في طيار جاي مثلا من جنب القفص كده مثلا على الشمال، نحط كيس بعرض القفص كده، جاي من على اليمين نحط كيس بعرض القفص بحيث الكيس قماشه اي حاجه، بحيث الهواء اما يجي يصد طبعا في الكيس او القماشه تلاقيه رد الناحيه التانيه، بحيث ان هم ايه يبقوا في دفى او حاجه زي كده. وكده وكده ما تخافش على اليمام اللي هي ايه برضك بيتعامل مع الحياه البريه وكده، ما فيش اي مشكله فيه. وطبعا لو حطه فوق سطح برضك تخلي بالك، هحطه في اوضه متامنه خلاص ما فيش اي مشكله. فانت ايه لازم تحافظ عليه من الطيارات، بس هي مشكله مش في السؤال، المشكله في الطيارات اللي بتيجي تلطش فيه مره واحده. وما ينفعش يا جماعه اللي انت مثلا تكون حاطه في اوضه مدفيه بالليل وتخرجه الصبح على طول في الهواء، لا كده انت بتموت الفرد وبتضعفه وبتجيب له برد وبتوقع مناعته، الحاجات دي كلها ما ينفعش. غلط طبعا لما يكون متدفي في اوضه وانت مخليها فرن في شقتك، ومره واحده تقوم جاي مخرج اليمام ايه الصبحيه، يعني ادفيه الصبح واطلعه ادفيه بالليل واطلعه الصبح، لا ده كده غلط، وياخده برد منك ويعيوا منك، واحنا ايه في غنى عن الحاجات دي كلها. هو في البلكونه سيبه في البلكونه، في قصتها في قصات، حطه مثلا في المدخل حطه في المدخل، حطه على السلم حطه على السلم، مفيش اي مشاكل. انت فدي بس من الطيارات اللي بتبقى جايه مثلا واقف في الجنب ده تلاقي هوا لطش فيك والقفص محطوط، انت داريها بكيس او بمشمع او باي حاجه. وبرضك في حاجه طبعا اليمام في الشتاء طبعا عايز يعني ايه فوق الكلفه كده حاجه بسيطه، اللي يقدر يجيبها ماشي يبقى احسن، واللي ما يقدرش مفيش اي مشكله، اللي انت تجيب له مثلا البلكم او الفلارس. البلكم والفلارس طبعا بياكلوها بشراهه وممتاز جدا ليهم، طبعا بيدفيهم، في طبعا نسبه بروتين عاليه طبعا، فبيدفي الفرد وبيغذي الزغاليل. طبعا الزغاليل برضك محتاجه طبعا دفى في الشتاء، طبعا تلاقي الاب والام متحضنينهم على طول تحتيهم، ولازم يبقوا الغذاء المستمر معاهم، بحيث ان هم ايه يكونوا طبعا متدفيين واكلين وشبعانين. طبعا لو دول تامن عليهم من اي نتايه او اي ضفر ما اكلهمش حلو، تلاقي الفرد ضعيف، تلاقيه سقع وتلاقيه مات على طول. على قد ما بتدي الزغاليل الحلوه في الشتاء، على قد برضك ما ايه الزغاليل بتتخطف على طول في الشتاء من السقعه، ممكن ايه تموت منك على طول. فاحنا يا جماعه يعني لو حد قدر يعني يجيب البلكم والفلارس طبعا دي حاجه ممتازه جدا ليهم، نجيبه مثلا مش ياكله كله يحطه كله، لا على مثلا ايه على اليوم كبشه كده بايدك صغيره، بحيث مثلا ممكن يقعد معاك الكيلو، ممكن يقعد معاك الشهر مفيش اي مشكله، او نص كيلو ممكن برضك ما يقعد معاك الشهر، بس ده ايه اول ما تحط له الاكل بتاعه مثلا في الكلفه تمسك كبشه كده تقوم جاي ايه حاططها له. انا لسه حاطط لهم دلوقتي كلهم، نقوا طبعا الاكل العصافير وسابوا الكلفه زي ما هي، هما بيحبوه جدا، ويعني حاجه بالنسبه لهم حاجه فاكهه بالنسبه لهم اكل العصافير. وطبعا اكل العصافير بنستخدمه برضك لما يكون الفرد لسه مش عارف ياكل بس بينقر، طبعا بترمي له اكل عصافير عشان دي اصغر حبايه في الحبوب، بيبتدي بيعرف ايه ينقرها، بيعرف يتعلم منها الاكل، بتشبعه قبل ما ايه يبتدي ايه يجوع وياخد ايه الدرة العويجة والفول والبسلة والقمح وكده الحاجات دي كلها. فاحنا يا جماعة لازم بقدر الامكان يعني ايه نحافظ عليهم بقى في فترة ايه السقوعية دي شوية، وما تقلقش من اي حاجة. طبعا التنفس الحمد لله قل شوية، كان جاي بفيروسات وحاجاته في داخل بين الصيف والشتاء بيبقى مشاكلها كتير، بس الحمد لله يعني كتير اتعافوا من الحاجات دي، وكتير اتصابوا منه بس ايه خرجوا منه على طول الحمد لله. انا قلت اقول لكم النهارده بس اللي احنا ايه نحافظ عليهم في فتره الشتاء دي، عشان طبعا السقوعيه دي طبعا قويه جدا، واحنا بني ادمين ما بنستحملهاش، فاحنا ايه بنعمل بقدر المستطاع الحفاظ على ايه على اليمام او الحمام بتاعنا او اي حاجه مربينها، بحيث ان احنا ايه برضك اول حاجه بتبقى حرام، تاني حاجه بيبقى ايه حفاظا على الحاجه اللي انت بتربيها. طبعا مش هتقول لنا سقعانه او بردانه، فاحنا ايه بنظرتنا ليهم احنا نشوفهم.
طبعا بنشيك عليهم على طول. الروتين المعتاد بتاعنا اللي انت تطلع وتبص على الفرد من بعيد، ما تحاولش ان انت تمسكه، المسكة كتير طبعا بتبقى غلط، سواء اذا كانت واحدة بتجهز العش تمسكها كتير ده غلط، سواء واحدة مثلا بتأكل تمسكها كتير غلط تبقى خايفة. الزغلول طبعا طالما انت شفته كويس كل حاجة ما تقعدش تمسكه كل شوية عشان ما يضعفش في ايدك وتعجزه في ايدك، ممكن تمسكه غلط، ممكن عايز ينط من ايدك وتكسر حاجة فيه، كل ده في غنى عنه. الروتين المعتاد ده ايه؟ مثلا اذا كان تحط لهم مية، تحط لهم اكل، مثلا عايز تروق عليهم تنضف لهم، مفيش اي مشاكل في الحاجات دي كلها. بس يا جماعة في نقطة برضك مهمة، لما تكون انت بتجهز او بتكون باضت يا ريت اللي انت ما تنضفلهاش، عشان دي اول مرة بيض عندك، بحيث اللي انت تقلقها تشيل مثلا وسخة من جنبها او اي حاجة من جنبها، دي برضك ايه لها عامل اساسي بتخوفها او تعمل لها قلق كده. لا مفيش، استحملها مثلا لحد ما ترقد مثلا 15 يوم، تبتدي ايه تنضف وعلى خفيف كده واحدة واحدة لحد ما تاخد عليك وعلى اللي انت اتعودت على انت بتنضف لها وكده، مفيش اي مشاكل كده، هترقد ومفيش اي مشاكل فيها ومش هتخاف منك ومش هتقلق منك كده، خلاص كده خدت عليك وايه وتتعود عليك بعد كده. لكن هي لما تيجي بتجهز او حاجة زي كده تبتدي انت ايه يعني ايه تقل منها حركات او ماسك او اي حاجة. ده طبعا ده الجزء اللي احنا جوزناه امبارح، الحمد لله ما شاء الله خد بعضه وبدأ يلغي في بعضه، بس هما دلوقتي ايه كلوا شبعوا وايه واقفين لسه برضك ايه، هنديهم مهلة وان شاء الله اول ما اجيب قش كده هرمولهم كده، بحس ان انا حننهم كده وربنا ييسر. طبعا الجوز اهو، جوز الشغال الكبير ده هو الدكر بياكل النتاية اهو، ممكن يكونوا داخلين على بيضة اهو، هيكسر اهو ما شاء الله تبارك الله. دي التغذية السليمة يا جماعة اللي احنا بنتكلم عليها، طول ما اليمام متغذي وكويس طول ما هو هيديك انتاج وهو الزغلول معاه مفيش اي مشاكل مفيش اي حاجة فيه. طبعا هو كده مكسرش عشان الخشبة محطوطة قرب القفص، دي حاجة كويسة اللي انا شفتها دلوقتي، هي حقتها تبقى ديلها الناحية التانية، لازم يكون في منطقة واسعة كده. هبتدي بس ايه خلوهم مثلا ينزلوا ومجي ايه عاكس العصاية خليها بحيث اللي هو ديله ما يخبطش لا في قفص ولا يخبط في الارض، اظبط لهم مثلا العصاية بحيث اللي هم ايه ياخدوا راحتهم ايه في التكسير. طبعا هو كده قبل التكسير بيبقى دكر حمام او دكر يمام، بتلاقي اكل نتاية شوية كده وتلاقي ايه بدأ ايه يكسر عليها. طبعا زي ما قلت لكم اهو الزغلول اهو واقف وبتدي ياكل لوحده، اكل العصافير اهو اللي انا رمغلهم، وتلاقي ان يعني القص شغالين وتم التمام، ده اللي احنا بنتكلم عليهم، تبقى صحتهم كويسة وتلاقي الزغلول معاهم وريش وتم التمام، بيبتدوا ايه يحضروا العش التاني. لو ضعاف بقى تلاقيهم مأكلين الزغلول واقفين نافشين ريشهم، سقعانين كمشانين، لا الحاجات دي كلها ايه انت في غنى عنها، اكل زي احلى شغل. طبعا دول الجوز اللي برضك اللي معهم زغلول بيبتدوا برضك ايه هيحنوا على بعض اهو، هيبتدي برضك يكسر عليها اهو. طبعا ما يكون عندك كذا جوز بيشجعوك ان انت تربي اكتر طبعا، وتلاقي اصواتهم بتحفز اليمام التاني، وتلاقي الدكر بيزوف يحفز الدكر ده، تلاقي كله على بعضه ايه محفزات ليهم، محفزات طبيعية زي ما بيقول. وادي الدكر اهو طلع برضك على النتاية. بصوا يا جماعة المشكلة اللي هتقابلنا انا اهو، هو بيحاول مش عارف اهو، بصوا كده الخشبة غلط كده، انا هبتدي اعمل ايه في الخشبة، ياخد الخشبة كده اعملها الناحية دي كده. بصوا يا جماعة وسعتها بطول اليمامة اهو، كده يقدر يخسر، كده يقدر يلف نفسه، كده يقدر يعمل اي حاجة. طبعا انا مش هحطها على الباب عشان الباب ايه يرضى يفتح ويقفل مكان الاكل، بس هي كده محطوطة ايه مظبوطة. طبعا ما نعلهاش قوي بحيث اللي هي ايه برضك الدكر والنتاية ما يغطوش في بعض طبعا ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة لوصول كل جديد. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.